السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. إياكم سيد حسين عالم أبو التعلم على الآيفون. قبل أن أبتدي أضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصل كل جديد. واليوم عندنا أنبوكسينج لكيبورد ميكانيكي مضيء وبسعر متوسط. أول شيء يا شباب، هذه علبته وهو من شركة ميشن. أوكي، طبعا هاي صار لي عندي فترة. طبعا رابط شراء راح تلاقونه في وصف الفيديو مثل ما تشوفون هذا اسمه. اوكي ميشن. المهم هذا هو الكيبورد شباب، انا راح اشرح لكم عن ابسط الاشياء فيه وباقل وقت اقدر اسويه يعني. طبعا مثل ما قلنا يا شباب ان هذا كيبورد ميكانيكي. اوكي يا شباب، طبعا انا ما ادري ليش التصوير قاعد يطلع رجه كذي وتروح، فالفوكس عندي مو قاعد يضبط، ما ادري ليش. على العموم يا شباب، طبعا هذا الكيبورد فيه مميزات رهيبة وجبارة. اول شيء انك تقدر تطول على الاضاءة عن طريق انك تضغط على زر الاف ان وزر اللي هو هذا الزر اللي هو ما اعرف ايش اسمه، اللي هو مال الاب ودان عشان تقصر على الضوء، والزر اليمين عشان تسرع واليسار عشان تبطئ. زر راح تقول لي بس هالالوان احنا وش نسوي فيه؟ اضغط على الت وهذا الزر. اوكي هذا عفوا اف ان وهذا الزر، هذا اول مود ما تشوفونه، هذا ثاني مود. طبعا انت تقدر تغير في السرعه وتقدر تغير في الاضاءه. ثالث مود، رابع مود ما تشوفون، خامس مود. طبعا خامس مود راح تقول لي اسود، شوف تكتب زي تقول لي انا ما ابغى اللون الابيض، شو تسوي؟ تضغط على اف ان واللي فوق اللي هي شفتون هذا الزر اللي فوقه، شوفوا كما تضرب يغير اللون. تقدر تقصر على سرعتها والضوء مالها نفس ما تبغى. اوكي نرد نضرب اف ان، شوفوا هذه ترجع، شوفوا الوان واشياء كثيره فيه. هذا خط، يصير لك خط وانت تختار اللون اللي تبغيه. هذا لون عادي ثابت، وهذا هني شباب اذا كنت بتخصص لك، عفوا اذا كنت بتخصص لك الوان مثل ما تشوفون، مثلا الاي والدبليو وهذا نخليهم بحري. اوكي وتثبتهم طبعا بعد شباب في الكتالوج مكتوب شلون تثبتهم، واشياء كثيره فيه. تختار تشوف الالوان اللي فيه، ابي اصفر هالالوان، شوفوا كاملها، شوفوا بلاك مارات من الوان، شوف شباب الوان كامل. اوكي وبعد في طور اللي هم انت تسوي كذي ويتغير الوان على الوان، شلون اقول لكم يعني تطلع من كيفها وتروح. اوكي اف ان هذا صح، ضيعت الزر شباب. اوكي هذا لون طبيعي تقدر تغيره، شوفوا انت تختار لون تبغيه. وبعد عندكم هذا، انا هذا مستغرب منه يعني ولا مره استخدمته، تشوف شلون الطريقه مالته. عندكم بعد شباب هذا هني فوق تقدرون تغيرون الالوان. اوكي وبعد هذا الطور اللي هو الطور اللي دائما اخليه هو كروما يتحرك، ما تشوفون اشياء واجد زين. تقولي بس هذا، وطبعا هو ميكانيكال، لكن لو تضرب اف ان ورقم واحد من هني راح يعطيك الازرار الخاصه باللعب، شوفوا وتختار اللون اللي تبيه حقها. رقم اثنين بعد مود ثاني، رقم ثلاثة بعد مود ثاني للعب، رقم اربعة، رقم خمسة، رقم ستة، رقم سبعة، رقم ثمانية، رقم تسعة، هي كلها اطوار للعب. اوكي انت تختارهم شباب. مثل ما تشوفون هذا كانت ابسط مراجعة على هذا الكيبورد، وهذا صوت اسمعه. بس شباب رابط شراء الكيبورد راح تلاقونه في الوصف، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا كيفكم في القناة مستمر، وبس يا شباب مع السلامة.